كانت محاولة كده ناحية الشمال من إسلام، لكن الراية والصفارة موجودة. أمامية طويلة، استلام راتكم، تقل لسموحة، استقر به المطاف عند مصر المقصة، تلعب الكرة على طول أحمد عبد الرؤوف، لمسة في نص الملعب بإسلام، لعب كويس جدا إسلام سولاري ده رقم 40، عنده 20 سنة فقط، بيلعب مع الفريق الأول للجونة في الدوري الممتاز. أدي ضربة الرأس، طلع كرة على طول أحمد إبراهيم، هاني سعيد، هاني سعيد يعني من اللاعبين اللي بيتمناهم أي مدير فني، كان بيحبه جدا الكابتن حسن شحاتة الحقيقة، وكان بيحلله مشاكل كتيرة جدا قدام قلبي دفاع يلعب، خلف قلبي دفاع يلعب، نص الملعب يلعب، مفيش مشكلة، لاعب اللي عنده مرونة تكتيكية يتمناه أي مدير فني، مفيش كلام. تحضير لمصر، عامر بيعمل واحدة أمامية طويلة عند بوبا، تعدي نص الملعب ما شاء الله، يعني ملعب نادي الترسانة كده، ملعب مش من الملاعب الكبيرة قوي، وطبعا دي مش معناها مش من الملاعب الكبيرة انه مش قانوني، في فرق بين ملعب قانوني وملعب غير قانوني. القانوني من 100 ل 120، 100 صح و 120 صح، لكن ممكن تبقى الحد الادنى من القانوني والحد الاعلى من القانوني. أمامية على طول، على طول في نص الملعب، يطلع أحمد إبراهيم، مش لحد أبدا، تطول وتطلع خارج الملعب، رامي التماس، رامي التماس لمصر المقصة. تقدرش تقول مين اللي ممكن يجيب هدف الأول، ما تقدرش. عالية كورة، سامو الأوكران بيلمس على طول، أمامية من أحمد عفيفي، برضو أحد اللاعبين صغار السلق، بيبقى فاتح جبهة يسرى من نار، فاتح جبهة يسرى من نار، تطلع الكرة خارج الملعب، رامي التماس الآن، أدي سعد حسني عفوا، عرضية داخل منطقة الجزاء سعد، وأدي مخالفة تمام التمام، يعني بنقول عليه فاول تكتيكي يا إسلام، إسلام سولاري بيعمل فاول تكتيكي على اعتبار إن هو بيعطل الهجمة، الهجمة المرتدة، عشان كان في دفاع هجومي كبير جدا جدا للاعبي الجونة، بيدي فرصة انهم يرجعوا، ادي ضربوا لخمة مع بعض، العيدروس يقطع، كان في نادي المنصورة سامح العيدروس، بدايته كانت في نادي السنبلاوين، ادي اللمسة على طول عبد العزيز، ايمن عبد العزيز، وتشتيت لبوبة، احمد السيد على مرتين، احمد السيد حتى الان شمدي فرصة البوبة في الكرات العالية إطلاقا، وادي مرة تانية إسلام عرضية داخل منطقة الجزاء، لو سيطر بوبة كان هيبقى فيها كلام وكلام، وادي العرضية من سعد، عرضية لمسة سحرية والتسديدة، يا ولد يا ولد يا ولد يا مصطفى يا كمال، حلو الكلام حلو الكلام، بدأ يبقى في شغل، بدأ يبقى في محاولات على المرمى، بدأ صوتنا يعلى، ادي المحاولة مرة تانية من ناحية الشمال، ترجع ورا كورة عند اللاعب علي عيد، برضو كان لاعب في نادي المنصورة علي، تطلع في النهاية رامي التماس، هشام محمد، هشام محمد اعتقد مطلوب ان هو يبقى فيه نوع من انواع المجهود اكتر من كده، لازم يبين قدراته وامكانياته احسن من كده، لان عنده احسن من كده، عرقلة وإعاقة ومخالفة، هل فيها بطاقة؟ وفرض شخصيته على اللقاء، شوف اللعبة، ادي التمريرة البينية من اسلام سولاري، وادي بوبا، وادي تدخل بقى في الانكل من احمد السيد، مرة تانية بلال بيعمل واحدة امامية حلوة على حدود منطقة الجزاء، توصل تاني لأيمن عبد العزيز، يرجع ورا لأحمد بكري، بكري كان بيلعب في نادي الزمالك طبعا بكري، وادي شريف رضا كابتن نادي الجونة، شريف يعمل بينية حلوة، أحمد عفيفي على طول، تعدي مرة تانية لبوبة، مديش فرصة لأي استلام من بوبة، لأنه عارفين أنه مصدر خطورة وإزعاج حقيقي، ما فيش كلام، انطلاقة من ناحية الشمال
عند هشام محمد، هشام محمد وصامول اوكرن، ادي المخالفه، رامي التماس اتلعب على طول، هشام محمد مره ثانيه، ادي الفيوم عرضيه داخل المنطقه، استلام حلوه داخل، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، ادي العرضيه وادي اللمسه وادي المحاوله وادي الدفعه من سامح العيدروس، يا سلام عليك يا جلاد. هي حاولات مصر المقصه في نص الملعب، مقطوعه توصل للجونه مره ثانيه، ادي صامول كابتن طارق يحيى تعليمات دلوقتي، اعمل هات وخد وخد واتحرك واستلم في مساحه، يبدو ان هي دي هتبقى كلمه السر لمصر المقصه في الفتره اللي جايه. هاني سعيد يستلم ويعمل عرضيه على حدود منطقه الجزاء، لكن يطلع ويشتت علي عيد ويكمل عليها على طول بلال خارج الملعب، رامي التماس، رامي التماس تلعب على طول، لكن في عرقله واعاقه، مخالفه بدون بطاقه لاحمد عبد الرؤوف لاعب نادي مصر المقصه ونادي الزمالك السابق طبعا، وضربه حره، ادي اللعبه مره ثانيه، فيها دفعه من اللاعب الصاعد الواعد اسلام سولاري، عجبني الحقيقه اسلام، يعني ما عملش كتير لكن من لمسته تحس انه لعيب كوره. ضربة حرة نقلها بقى فؤاد سلامة المتخصص والاخصائي، الاخصائي فؤاد سلامة، يلمس علي عيد في نص الملعب، سيطر ميدو يا ولد يا لعيب، لكن معاه مش سايبه اسلام محارب، وياخد منها رامي ضربة حرة، تلعب الكرة على طول، وادي تشتيت مرة تانية من احمد ابراهيم، امامية من علي عيد، يعني اقل لاعبي الملعب خبره، الحاجات دي بقى بتبقى عايزه ناس خبره، ترجع ورا لاحمد السيد، موقف صعب احمد السيد، هيقدر يحافظ على الكره، لمست في رجله، لمست في رجله، لكن يمكن ادي تشتيت مره ثانيه من احمد ابراهيم، اماميه من علي عيد، ادي طبعا حسام الجلاد، ويعني في تنشن بسيط كده خارج الخطوط، لكن عدت الامور الحمد لله ما فيش مشاكل. عالية كورة في نص الملعب. احمد عبد الرؤوف، شريف رضا من اعلى نقطة بيشتت. توصل الكورة لاسلام. اسلام سولاري. شريف رضا. مرة تانية شريف من أحمد إبراهيم، شريف مرة تانية بينطلق، يعمل أمامية شريف، لكن لمين يا شريف؟ مش لحد أبدا أبدا، سامح العيدروس، لكن لمين يا سامح؟ لمين يا سامح؟ الفيومي مرة تانية ترجع ورا، عبد الرؤوف قطعت منه الإسلام سولاري، سولاري سولاري بينطلق، اسلام اسلام بواجه، يا سلام يا اسلام، بقول لكم لعيب كويس، بقول لكم لعيب كويس، انا من اول لمسه كده عجبني هذا اللاعب، رقم 40 اسلام سولاري، الدبل، وبناكد مره ثانيه الاسم الصحيح راينر دوبل مش سوبل، ضربه ركنيه تلعب على طول داخل المنطقه، ويعلي بوبا يعلي بوبا، تخبط فيه كده وتعلى، توصل لسامح العيدروس وسط اثنين، سابها تعمل بند، خدمته خدمته، توصل للفيومي، وادي الانطلاقه بقى، الهجمات المرتده السريعه هيعملوها ازاي؟ هشام محمد مهاري عدى، يا سلام يا رضا، يا سلام يا رضا، ده حائط اسمه رضا، حاجز اسمه رضا، ادي اللمسه الحلوه، وادي سولاري 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 سولاري، ده هيكون ليه شأن في هذا الدوري هذا الموسم. فكرنا كده بجسم مانجا، احمد نبيل مانجا اول ما ظهر، يعني مستر راينر
بيتكلم بيقول الراجل جاي من الخلف، ايه اللي حصل له؟ مفيش مشكله خالص بين لسان حال زمايله بيقولوا له انت معانا ولا معاهم؟ ترجع ورا تاني عند سام، عند ايمن عبد العزيز، مقطوعه الكوره من اللاعب اسلام محارب، ياخد طول احمد عبد الرؤوف. واللي عاجبني ان حسام الجلاد جنب اللعبه، وادي اللمسه من محارب من اسلام سولاري، يا ولد يا لعيب، حط رجله في الكوره توصل لاسلام سولاري مره تانية. يا سلام يا سلام، عايز يعدي اسلام، يا سلام عليك يا جلاد، يا سلام عليك يا جلاد. عجبني جدا اداء الجلاد حتى الان دون اهداف حتى الان. متعه كره القدم الحقيقيه غائبه عن هذا اللقاء، كره القدم مفيش كلام، لغه الاقناع والامتاع، اقناع بالاهداف والنتيجه والامتاع بالاداء الفني الجميل. والضربه الركنيه من اسلام سولاري حلوه حلوه داخل المنطقه، يا سلام يا يا سلام يا مصطفى يا كمال، شتت الكرة على طول توصل تاني لنادي الجونة. علي عيد يمرر الكرة، بص سامح العدروس ده راس الحربة، شوف بيرجع يعمل الواجب الدفاعي ازاي. هادي الفيومي وصراع على الكرة، صراع على الكرة، اتنين